مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستضيف اليوم في هذه الحلقة من حلقات برنامج دردشة مع فنان الأستاذ محمد الشريف. مسيرة طويلة عريضة في مجال التلحين، لا بأس. السلام عليكم، نرحب بك سي محمد الشريف. مساء الخير. مساء الخير وشكرا على الدعوة. بطبيعة الحال أننا بين واحد التلخيص، واحد المسيرة فنية كبيرة، واحد الرحلة شيقة على قلب مشاهدينا، ونتعرفوا على الأستاذ ديالنا محمد الشريف. شكرا شكرا أستاذ إدريس. الرحلة كما كيعرفون الجمهور والناس القيطرة بخصوص، الاسم ديالي هو محمد العقل، والاسم الفني ديالي هو محمد شريف. وكيف جا هذا الاسم هذا؟ لأنه نهار سجلت أول أغنية ديالي للإذاعة، وصل الشريط للأستاذ أحمد البيضاوي رحمه الله اللي كان رئيس ديال قسم الموسيقى، بانت له العقل، عيط لي قال لي سي محمد العقل، قال لي هذه راه شوية غادي تقيلة في الودن، خصك تشوف شي اسم فني اللي يقد تقبلو الودن ديال المستمع، لا سيما انت صوتك مزيان ان شاء الله و الى. فبقينا كنقلبو حتى لقينا، حتى قال لي شهرك شريف، قلت له واخا، ومن تما مشات وسجلت في الاغنية محمد شريف. انا غير من مدينة القنيطرة، بديت حياتي الفنية في مدينة القنيطرة في اواسط الستينيات مع جوق الكواكب اللي كان معروف في مدينة القنيطرة هذاك. ثم من بعد مع جوق الكواكب اللي كان فيه صديقي المرحوم الأستاذ عماد عبد الكبير رحمه الله ومجموعة من العازفين الممتازين، من بعد في 68 مشيت لبرنامج مواهب اللي كانت يعدو ويقدمو المرحوم الأستاذ عبد المجيد جلالي. ومن برنامج مواهب شافوني بعض الملحنين في الإذاعة الوطنية، وبدات اتصلت بهم واتصلوا بيا، ومن ثم بدات المسيرة ديالي الفنية على الصعيد الوطني. أستاذ محمد شريف، قمة من قمم التلحين، لا بأس أنها أسماء مشهورة كثيرة وهي على سلم يعني من تلحيناتي، واش ممكن على الأقل تذكر لنا بعضهم؟ طبعا هو في البداية أنا كنت كنلحن ونغني، من بعد ما غنيت الأساتذة الكبار، بعد ما غنيت عبد الحميد إبراهيم رحمه الله، بعد ما غنيت عبد السلام عامر رحمه الله، بديت كنلحن الأغاني ديالي، وبديت وغنيت أغاني بصوتي، ثم انتقلت للتلحين للأصوات الشابة اللي ما كانش عندها الإمكانيات ديك الساعات باش تسجل وباش تغني، وسجلت واحد العدد ديال الأصوات. ثم جات مرحلة أخرى اللي انتقلت فيها الأصوات المعروفة، لحنت الأستاذ بشير عبدو، لحنت المطربة أمال عبد القادر، لحنت المطربة بطل الزهراء القرطبي، لحنت المطرب إبراهيم بركات، واحد المجموعة ديال الإخوان اللي مشهورين على الصعيد الوطني. ومازال ساعة ساعة كنغني أنا ساعة ساعة شي قطعة من الألحان ديالي، ومازال كنسند الألحان ديالي مجموعة من المطربين المعروفين على الصعيد الوطني. بطبيعة الحال محمد شريف، اللي القليل اللي كعرف انك استاذ ديال اللغه العربيه، حنا من هذا المنبر هذا يعني كنعرفوا بالمهنه ديالك كاستاذ، واش بخصوص الموسيقى واش كنتي كتوفق ما بين المجال المهني والمجال الفني ديالك؟ ابدا، انا لما كنت في العمل ديالي بحكم انني كنت يعني ملتزم بالعمل وما تنقبلش يعني نخلي الكلام ديالي واقف كيتسناوني في الصف ما تيدوش ليا، فكنت عاطي وقتي كل العمل ديالي كأستاذ. ومرة في السنة أو جوج مرات في السنة كنسجل شي عمل مع شي مطرب ولا مطربة، وحتى خرجت التقاعد. لما خرجت التقاعد ديك الساعة عطيت يعني الاهتمام كلي الكل ديالي التسجيلات والأغاني، والحمد لله قدرت نستدرك واحد العدد من الأغاني اللي ما تمكنش باش نسجلها في الوقت اللي كنت كنعمل. كانت الظرفية اللي خلاتك أنك يعني من المعلوم أن الأغلبية كيعرفوا بأن محمد
محمد الشريف هو من ابناء مدينه قنيطره، ولكن كانت شي ظرفيه اللي خلاتك انك تخلي مدينه قنيطره وتمشي للرباط. هذيك كان لازم عليا نقوم بها، لانه شفت واحد الوقت في بدايه الثمانينيات على انه الا بغيت نوصل للاذان المغاربه ولا بغيت العمل ديالي تنتشر والاغاني ديالي تنتشر، كان لابد نكون في الرباط في الاذاعه في الرباط، وباش نظهر في التلفزيون باش نخدم في الاذاعه وباش نسجل مع الاسواق الوطنيه، لان لو كان كنت في مدينه قنيطره ما كانش يمكن لي يعني ندخل في هذا الجو ويكون عندي الحمد لله الرصيد الكبير ديال الاغاني. وكان سبقني المرحوم صديقي العزيز المرحوم عماد عبد الكبير، كان هو قبل مني لان كنا ناقشنا الفكره انا وياه ملي كانت في قنيطره، وهو سبقني مشى للرباط ولينا في ما كان تشوف قلت له سي محمد اجي بحال الرباط بغيتي خليك من قنيطره وداك الشيء. اذا هذه المغامره عطات الثمار ديالها. عطات الحمد لله، لانه لو كان ما مشيتش لقنيطره ما غاديش تكون الاغاني ديالي كانت دابا من الاذاعات وما يتسمعش الاسم ديالي. وكنت اتصالات مع الاعلاميين ديال الاذاعه الله يجزاهم بخير اللي شجعوني كامل من البدايات، كانت استجوابات وكانت تشيلات مع الاجواق الوطنيه ومع الجوق الوطني ضربات مع جوق فاس مع جوق الدار البيضاء، كانت سهرات في التلفزيون، هادشي كله ما كانش يمكن لو بقيت في قنيطره. لما دخلت معهم في الجو ولاو الناس تيعرفوك تيعيطوا لك هنا تيعيطك لاخر، وهذا هو الحمد لله. الحمد لله. واش هاد الغياب ديالك واش اعتزلتي على الفن؟ هاد الشيء اللي بغيت نسولك عليه وبغيت تعطي الناس القنيطريين شكون محمد الشريف فين وصل لهاد. هو احنا عندنا واحد الكلا دارجه في المغرب تيقولوا فيها يموت الطبال وما ينساش هز الكتف، فكذلك في الفن ما يمكنش الفنان يعتزل، ما يمكنش اي فنان حقيقي يعتزل الفن الا اذا كانت لا قدر الله شي اسباب يعني مرضية أو شي حاجة أخرى، أما ما حد إنسان تيمشي ويجي ويفيق ويعيش وهذا فنان لابد كيبقى. أنا كانت عندي ظروف ديال العمل هي اللي كانت ما كتسمحش ليا باش نظهر بزاف، لكن الحمد لله لما خرجت التقاعد ما بقاتش هذيك الظروف، وليت الآن يعني الوقت ديالي كله مخصصو للفن ديالي، وكان يعني نقول أنه تقريبا لما خرجت التقاعد الان تقريبا سجلت واحد 40 اغنيه ما بين اللي غنيت انا وما بين اللي عطيت للمطربين الاخرين، ما يمكنش يوقف الفنان. كاين ان شاء الله الجديد مستقبلا ان شاء الله. كاين جديد يوميا، كاين الحال يوميا، كاين التسجيلات والحمد لله انا خدام غادي، ودابا كنوجه يعني تقريبا نقول خصصت الوقت ديالي الان لمدينتي الحمد لله. وهذا الوباء ما اثرش عليك ما عطاكش بسي من لا الحمد لله بحال الناس جميعا صحيحه جيده الحمد لله مازال غتعطينا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. ممكن تحفنا بشي حاجه اخرى ثانيه لهاد الجمهور اللي كيتسيدك اييه مرحبا شي حاجة ديالك عزيزة عليك وتعطيها للغاية. هذا المقطع من هذه الأغنية اللي غادي نغني كنت فزت به بجائزة في مراكش مهرجان الأغنية المغربية عام 1998، وهي من أعز الأغاني عندي. دار الهنا يا دار الهنا
أنا كنستغل هذه الدعوة ديالكم وهذه الاستضافة الجميلة اللي استضفتوني في هذا البرنامج، وكنوجه الدعوة لكل الفنانين والمطربين ديال مدينة القنيطرة ذكور وإناث اللي يحتاج شي مساعدة للحل ولا ديال الإذاعة ولا أي حاجة، يتصل بي على راسي وعيني بدون مقابل بلا حتى شي حاجة نهائيا. الحمد لله. أنا مستعد باش نعاون جميع أبناء مدينتي وحتى من غير أبناء مدينتي. شكرا أستاذنا الفاضل الفنان والملحن الكبير محمد الشريف، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة دردشة مع فنان الأسبوع القادم.